أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى في هذه التغطية الإخبارية المتواصلة معكم على إكسترا نيوز. تتواصل اليوم الثالث على التوالي فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إدكس 2018، والذي يختتم أعماله اليوم بمركز مصر للمؤتمرات بالقاهرة. يشارك في المعرض أكثر من 373 شركة عالمية وعشر وزراء دفاع وثمانية وزراء إنتاج حربي وأكثر من 10,000 زائر. تشمل صالات العرض معدات عسكرية صنعت في مصر تقدم في هذا المعرض، فضلا عن عرض لأهم الآليات العسكرية للدول المتقدمة في مجال التسليح. إدكس 2018، المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية في مصر. إقبال مكثف على جناح جمهورية مصر العربية. المصريون يعبرون عن فخرهم بالمنتجات العسكرية المصرية. توافد آلاف الزوار منذ الساعات الأولى لليوم الثاني من الافتتاح. إشادة واسعة من الزوار المصريين والأجانب بالتنظيم الرائع لمعرض إدكس 2018. إدكس 2018، المعرض الدولي الأول للسلاح في مصر. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيادة اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. سيادة اللواء أرحب بك. خير. نعم، صباح النور يا فندم. يعني في البداية، اليوم يختتم معرض إدكس 2018 لفعالياته والذي استمر على مدار 3 أيام. من وجهة نظرك، يعني كيف تابعت المعرض، كيف تابعت فعالياته، أيضا يعني فيما يتعلق بالعرض للأسلحة المصرية أو الذي تم إنتاجها في مصر؟ سيادة اللواء، هل تسمعني بوضوح؟ نعم سيادة اللواء، نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيادة اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا، ولكن بالتأكيد سنتواصل معه مرة أخرى. مرة أخرى ينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيادة اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا. سيادة اللواء أرحب بك مجددا. نعم صباح النور. يعني ربما كنت أسألك عن فعاليات المعرض لثلاثة أيام، كيف تابعتها؟ يعني زي ما بنقول، المعرض الهدف منه الحمد لله أنا شايف إن تحقق بدرجة كبيرة. الزوار يمكن اللي راح المعرض كان الجناح المصري، له نصيب الأسد من الزائرين، مش من المصريين فقط ولكن أيضا من غير المصريين. الجناح المصري كان جناح مميز تماما، وخاصة ان في افكار جديدة، والافكار الجديدة اللي بنقدمها في الجناح المصري او المعدات والاسلحة المصرية ربما اقل تكلفة، وبتحقق نفس الهدف اللي بتحققه اهداف الاسلحة الغربية الاكثر نول تكلفة والاكثر تطور. ولكن احنا اللي قدرنا نعمله ان احنا بنقدم حلول للمشاكل التكتيكية من خلال خبراتنا. يعني النهاردة زي ما قلنا، احنا خبرات الحروب اللي عندنا، خبرات مسارح الحرب او مسارح العمليات اللي اشتغلنا فيها، كل ده ظهر في المبتكرات وفي الاسلحة وفي التصنيع المصري. وده يمكن هو ده اللي كان دايما جاذب كل الزوار. ايضا فترة مكافحة الإرهاب والخبرات اللي تولدت عندنا ظهرت في المنتجات بتاعتنا في الجزء الخاص بمكافحة الإرهاب. فالنهاردة الحمد لله وابتدينا نسمع إن في اتفاقيات تعاون بين الشركات اللي هي جت تعرض عندنا، بل ودول صديقة ودول عربية بدأت بعد ما شافت العروض بتاعتنا، ابتدى الكلام النهاردة عن اتفاقيات تعاون كتصنيع او كشراء. نعم. الحمد لله نقدر نقول ان المنظر ده مصر حطت رجلها وبكل الثقل وبكل الثقه، وباذن الله اللي جاي يكون بافضل باستمرار. نعم، يعني ايضا
بالطبع هذه أهداف مهمة، ولكن هناك هدف آخر سيادة اللواء، وهو ما يتعلق بالأهداف السياسية التي تريد مصر إرسالها من إقامة هذا المعرض، ويعني استعراض القوة المصرية وأيضا التنوع السلاح المصري ومصادر هذه الأسلحة. عرفنا وتعلمنا كويس قوي ان السلاح زي ما بنقول ممكن تبقى دوله صديقه هي اللي تديهولي، لكن عدو اليوم صديق الغد والعكس. وايضا لما قلنا نعد مصادر التسليح هنجد برضو ان ممكن يحصل دروب في وقت الاوقات، احنا شفنا في دول بيتعمل عليها حظر تسليح، فاذا لا مفر من التصنيع المحلي. الدوله اللي عايزه تحافظ على امنها وعلى ثقلها لابد ان يكون لها تصنيعها سلاحها اللي بتصنعه بايديها، وده الخطوه الاولى الواثقه اللي مصر خدتها، ودي ان شاء الله رب العالمين هي دي افضل خطوات، لان احنا النهارده بقالنا سلاح ندخل مجال التصنيع، ان شاء الله هنخش مجال التسويق باذن الله بثقه وبثبات تماما. الرساله السياسيه ان احنا قادرين على انتاج سلاحنا، مش بس ان احنا نشتري ويبقى لنا علاقات متوازنه، ولكن ايضا بنصنع سلاحنا وان شاء الله هنصدر. مصر المستقره القويه، لان مش اي دوله تستطيع ان تصنع السلاح، لا ده في ليها شروط كتير اقتصاديا وسياسيا وحتى عسكريا وامنيا، كل هذه الشروط النهارده العالم كله شايفها قدامنا. الناس اللي كانت منعت عننا سلاح ومنعت اتصالها بينا بعد 30 يونيو 2013 هم نفسهم واكثر منهم هم اللي جايين يعرضوا سلاحهم عندنا، هم اللي جايين يتعاونوا بيمدوا ايديهم لينا وبيطلبوا منا ان احنا نتعاون معاهم. يعني ربما ذلك يجعلني اذهب معك الى نقطه اخرى سياده اللواء، وهو ما قاله يعني الموفد العسكري الامريكي الى هذا المعرض، يعني قال ان بلده فخورة بأنها هي من أكبر الشركات التي يعني تقوم بعرض أسلحتها في هذا المعرض. أهلا وسهلا، عمليهم 42 شركة على عيننا ورأسنا. طبعا الولايات المتحدة من أكبر الدول وأقوى دولة وأكبر دولة في العالم اقتصاديا وعسكريا، إنما زي ما بنقول إحنا الحمد لله بنقدم ما هو أقل، ولكنه اللي إحنا عاملينها بتؤدي نفس الغرض بتاع السلاح الغربي اقل تكلفه، ويكفي انه سلاح وطني، احنا مش هنبقى ايه نقيم فيه او مضطرين ان احنا نتنازل عن شيء او نقدم شيء احنا مش عايزين نقدمه بنظير ان احنا ناخد سلاح من دوله اجنبيه. الولايات المتحده دوله صديقه، واحنا بنحافظ على علاقات متوازنه مع كل الدول الكبرى والدول العظمى في العالم، وده الميزه بتاعت مصر النهارده الكل جنبا الى جنب. ايدكس 2018 هو النجاح بتاعك، خاصة إن زي ما بنقول بدأ المردود يظهر في طلبات التعاون معانا من الشركات ومن الدول. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف سيادة اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، شكرا جزيلا لك. أيضا في ذات السياق ينضم إلينا الآن عبر الهاتف اللواء بحري أركان حرب أحمد محمد الصادق مدير الكلية البحرية الأسبق. سيادة اللواء أرحب بك. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على السادة المشاهدين جميعا. صباح النور سيادة اللواء، يعني أيضا في البداية دعني أخذ تعليقك على المعرض يعني الذي يقوم باختتام فعالياته اليوم. شوفي حضرتك، أنا كنت سعيد سعادة غير عادية أمس وأنا في المعرض بتفقد المنتج المصري والسلاح المصري الذي يساير تكنولوجيا العصر اللي احنا عايشين فيه، ومن أول ما دخلت من البوابة التنظيم الجيد والموسيقات بالزي الفرعوني، ثم توجهت للجناح المصري، والجناح المصري ده يشمل الجوي والبحري والبري، وجدت معدات تطاور وتجاري التكنولوجيا الحديثة، ووقفت أمام أحد الضباط وهو بيشرح لي الرادار المصري المصنع في جمهورية مصر العربية، وكنت فخور وكنت سعيد سعادة بغير حدود وأنا بسمع منه مصر بتصنع هذا الرادار، رادار الإنذار، ده على سبيل المثال بقوله لحضرتك. ثم انتقلت للأجنحة الأخرى وشاهدت المركبات والذخيرة والمدرعات وأجهزة الرؤية الليلية وأجهزة الرؤية البصرية، ثم وجدت السادة المسؤولين والقائمين على هذا المعرض
من القوات المسلحة وهيئة التسليح والسيد وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة السيد رئيس الأركان، المسؤولين موجودين. ومما أثر في وجود الشباب، شباب الجامعات، طلبة الكليات العسكرية، الوفود الأجانب من الدول، ووجدت السعادة والابتسام على الوجوه، وفي ناس بتسأل أسئلة مهمة جدا وأسئلة فنية جدا من شباب مصر، وده اللي أسعدني في هذا الموضوع. وكان مندهشين لأن مصر بتنتج هذا السلاح، والحقيقة يعني لنا أن نفخر ولنا أن نسعد، والمعرض حقق إنجازات، لأن أنا وجدت آلاف موجودين في المعرض وفي المكان اللي كنا موجودين فيه. وانتقلت بعد كده للجزء الخاص بالقوات البحرية، وأسعدني ما شاهدته من نموذج خاص نموذج خاص بالوحدات الشبحية الحديثة اللي هي الجوين، والتكنولوجيا العالية اللي هي موجودة مسلحة بها تلك الوحدة. ده بالنسبة للجزء الخاص بالبحرية. شاهدت حضرتك برضو القوارب المصنعة بسويفت اللي هي طول 28 متر، شاهدت الوحدات اللي نزلت، وشرح لي تم الشرح لي ان الوحدات دي نزلت في البحر، وفي بلونتك دلوقتي ثلاث وحدات فرقاطات، الوحدة الأولى نزلت، الوحدة الثانية جاري تصنيعها، الوحدة الثالثة بتنشأ دلوقتي أو تم البداية فيها. فمعنى ذلك أن احنا بنسير التطور وبنسير العصر، وفروقات الشبحية دي وراها قصة طويلة، وراها رجال بيوصلوا الليل بالنهار عشان يحققوا هذا الإنجاز في الوقت القليل. وضحت الصورة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا. كنت معي عبر الهاتف سيادة اللواء بحري أركان حرب أحمد محمد الصادق، مدير الكلية البحرية الأسبق، شكرا جزيلا لك. في ذات السياق أيضا مشاهدينا، ننتقل إلى مراسل إكسترا نيوز إبراهيم عزت من معرض إدكس 2018 لمتابعة فعاليات اليوم الثالث والأخير للمعرض. نانسي صباح الخير واهلا بك وبكل مشاهدي اكسترا نيوز. الان من داخل اروقه المعرض الدولي للصناعات العسكريه والدفاعيه لليوم الثالث على التوالي والختامي لهذا المعرض، يتوافد يعني الكثيرين المهتمين بهذا المجال للاطلاع ولتفقد هذا المعرض. اقف الان في احد يعني القطاعات الخاصه باحدى المصانع العامله مع وزاره الانتاج الحربي التي تعرض احدث منتجاتها من المنتجات الدفاعية والعسكرية. ولكن دعيني الآن زميلتي نانسي أن أرحب بضيفي العزيز على الهواء مباشرة، معنا المهندس إسحاق عادل هنري نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة في تصنيع الآليات العسكرية. تحياتي لحضرتك فندم، أهلا وسهلا. صباح الخير حضرتك، أهلا وسهلا. بداية خلينا نتكلم عن مشاركة حضراتكم في هذا المعرض، ماذا عن المنتجات المقدمة من قبل المصنع التابع لحضراتكم بالتأكيد، وأين ربما تقييم هذه المنتجات ما بين المنتجات الدفاعية والعسكرية المعروضة أيضا في أروقة المعرض؟ حضرتك احنا شركة خاصة بنتعاون مع مصنع 200 الحربي، وده أحد المصانع للإنتاج الحربي، لتقديم باكورة إنتاج عربيات مدرعة. عندنا نوعين من مركبات المدرعة، عربية تقيلة تعتبر توصل لغاية 20 طن، وعربية الخفيفة لغاية 12 طن. العربيات دي قدمناها بالمشاركة مع الانتاج الحربي عشان يكون بداية تصنيع عسكري، يدينا امكانيات ان احنا نكون في تنافس مع جميع الشركات العالمية. هذه العربية اللي بتظهر ورانا في الصورة يا فندم،
بالظبط العربيه اللي ورانا. طيب لو نستطلع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه المشاهد الخاصه التي تاتيكم من داخل هذا المعرض، المعرض الدولي للمنتجات الصناعيه، المنتجات العسكريه والدفاعيه، وعوده مره اخرى لحضرتك تطلعنا على تفاصيل هذه المنتجات. طبعا العربيتين دول احنا لما بدانا تصميم فيهم بدانا راعينا جميع الشركات اللي سبقتنا في المجال وكل النقط اللي كانت فيها بعض المشاكل لمنتجات سابقه، وحاولنا ان احنا يكون فيها تعديلات كامله طبقا لتنافسيه مع معظم الشركات العالميه عشان تكون يمكن تبقى كوره انتاج للمنطقه بالكامل او المنطقه الشرق الاوسط والمنطقه العربيه، وفي نفس الوقت جميع المواصفات العالميه لحلف الناتو والانظمه الدفاعيه على احدث الانظمه بدانا نتعامل معها، زي ما احنا شاركنا بعض الشركات الكبيره معنا زي شركه ساب سويدي في الانظمه الداخل المركبه، استخدمنا محركات من اعلى محركات موجوده 450 حصان للمركبه الكبيره و360 للمركبه الصغيره. مساعد التدريع والحمايات بتاعت المركبه اعتقد انها في تنافسيه مع معظم المركبات الامريكيه وخلافها، وفي نفس الوقت احنا هنحافظ باذن الله الفتره الجايه ان احنا نطور المركبه ونزود امكانياتها بحيث ان احنا دايما نكون في على اعلى مستويات التنافس مع جميع الشركات العالميه. يعني اذا تحدثنا ايضا على المنتجات المصنعه داخل مصنع حضراتكم بالتنسيق مع وزاره الانتاج الحربي التي ايضا تشارك وبقوه في هذا المعرض، ماذا عن ربما ما استوقف حضرتك في المعرض على مدار 3 ايام نحن نتحدث في اليوم الاخير والختامي، ربما ما هي ابرز المنتجات او ابرز الاسلحه التي لفتت نظر حضرتك من حيث الصناعات والتقنيات وايضا الجنسيات؟ وهنا انا اقصد واخذ راي حضرتك في هذا الموضوع ايضا التعامل المباشر مع العديد من الدول والعديد من الدول الصديقه لمصر على في المجال العسكري، كيف تابعت المعرض على مدار 3 ايام؟ المعرض هنا على مدار 3 ايام اعتقد ان هو كان ناجح جدا، يمكن كان ليا الحظ ان انا كنت في يوروساتوري السنه اللي فاتت في فرنسا، ومعظم الشركات اللي اشتركت معنا من البدايه او اللي احنا كنا عملنا معاها زي شراكه عشان الاجزاء اللي مشاركه في المركبه من دول صديقه كتير جدا اوروبيه وغيرها متواجدين معانا هنا اهوت، ويمكن المعرض بس كبدايه اعتقد ان هو بدايه قويه جدا وهتستمر باذن الله من نجاح للاكتر، والمشاركه الفعليه وهتزيد باذن الله الفترات الجايه، ده الفرق الوحيد اللي اعتقد بينه وبين المؤتمرات اللي فاتت او المعارض اللي زي كده اللي فاتت، لان معظم الشركات اللي شفناها في فرنسا معظمها هنا يمكن المشاركه مش بنفس القوه او مش بنفس الامكانيات، لكن معظم الشركات موجوده وهم جزء كبير كمان منهم بيتواجد معنا يوميا لعرض بعض النقط او الاجزاء اللي هو متواجده في داخل المركبات بتاعتنا لما بيكون محتاج اي استفسار من خلال مكان تواجده في خلال المعرض. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وبالتاكيد نتمنى لحضراتكم التوفيق والمشاركه الموفقه في هذا المعرض، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام كان لنا هذا اللقاء مع المهندس اسحاق عادل هنري نائب رئيس مجلس اداره احدى الشركات العامله وايضا المتعاونه مع وزاره الانتاج الحربي التي تشارك وبقوه في هذا المعرض الذي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين من الان على ان يكون هو اليوم الختامي اليوم، ومع حلول الساعة 10 صباحا فتح المعرض أبوابه لاستقبال زائريه، وبرغم يعني بعد مرور دقائق قليلة ولكن نرى ربما الإقبال الملحوظ وتوافد بعض المواطنين المهتمين بهذا المجال، ولا سيما بالتأكيد عدد كبير من أفراد القوات المسلحة المصرية وكذلك عدد من الجيوش العربية والأجنبية التي تشارك في هذا المعرض أيضا في إطلالته الأولى. شكرا جزيلا لحضراتكم على حسن وطيب المتابعة، ومن القاهرة تحية لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.